فخامة السيد رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي، يوم ما قال اتبرع لمصر، صبح على مصر بجنيه، صبح على مصر بجنيه، وأطلق هذه المبادرة، والخير كله شعب مصر كله بيشوفه. ويمكن أول حاجة استفادت منها كان شعب أهالي كفر الشيخ الكرام بمكافحة فيروس سي، اللي بدأنا الحملة بتاعتها من شهر واحد هذا العام، واللي قلنا من بداية انطلاق هذه الحملة مع صندوق تحيا مصر، مع السيد محمد العشماوي، ومع السيدة نبيل، ومع السيدة منال شاهين، ومع الدكتورة لميس وكيلة وزارة الصحة، والحملات المستمرة على جميع مراكز المحافظة، لفناها كلها، كل مركز كان أسبوعين بنقعدوا فيها، وانتوا كنتوا بتشاركونا الحملة دي. وبعد ما خلصناهم بنرجع بنلف عليهم تاني، خلصنا 6 أو 7 مراكز، ناقصنا 4 مراكز أو 5 إن شاء الله. ده بقى نظام بتاع العمل يختلف عن سابقه، لأن كنا مرتكزين عشان الإقبال الكبير، كنا مرتكزين في المدن، مدن المراكز. دلوقتي بقت عربيتين أو 3 في المدينة، وبقية القرى بتجوب القرى، وبنخبط دلوقتي على البيوت علشان نقول لهم تعالوا تحللوا. مبتدا.com